السلام عليكم. اليوم مع وصفات ميد ان شاء الله، واش راح ندير؟ واحد الوصفه خفيفه ظريفه اللي هي المخ الكذاب. هذه الوصفه هذه يعني كانك راكي تاكلي في المخ. واش راح نحتاج فيها؟ هنا عندي حشيش ومعدنوس، يعني قصبر ومعدنوس. كاين الوصفه هذه كان يستعمل فيها غير القصبر، كان يستعمل فيها غير المعدنوس، لكن لما جربتها بالقصبر ومعدنوس جاتني مليحه. عندي زوج فصوص تاع الثوم شويه كبار، عندي هنا مغرفه صغيره تاع العكري، مغرفه صغيره تاع الكمون، نص مغرفه صغيره تاع الفلفل الاسود، مع الملح، اربع بيضات كاملين يعني على حساب الكميه اللي حبيتيها، قدرة تزيدي قدرة تنقصي. وهنا عندي زوج علب تاع الطوم ذوق طماطم. نبدا مباشره بطريقه التحضير. هنا انا حنطيبه في الطاجين، لكن تيلا تقدري ديريه عادي في المقله. اذا واش ندير؟ نقلي هذا الثوم هذا فقط، ندير هذاك القزبر مع الناس مع التوابل، نسكرفجلو هذاك الثوم تاعي، خاصة الشبان. وعلاش لا؟ أكلة خفيفة جهزيها يعني بالخف. ندير لهم كمية تاع الزيت، يعني ندير كلش بارد في بارد، من بعد نديرو فوق النار، ندير الملح، نملح الخليط تاعي. اذا نخلطهم ونديرهم فوق النار. اذا هنا نديرو فوق النار ونبقى حتى يعني ينسجموا لنا مليح هاد المقادير مع بعض، ويتقلى لي مليح داك الثوم مع الحشاوش والعقاقر. اذا هنا نطلع على الطاجين تاعي ويتقلى، ما نخلوش يعني يعسي، لانه الثوم الى تحرق يعطيك بنه يعني مره. هنا في هذا الحين واش ندير؟ ندير عليه البيض تاعي اللي كنت قصته من قبل، يعني ما ديريش اومليت، يعني ما تخلطيهش، والا مش راح تجيك الوصفه كما انا حابينها. ونخلوه يطيب غير بالعقل. انا درت 6 حبه، يعني درت 5 حبات، تبعوا مليح مليح حتى يعني تبدا تطيب. على بالي انها وصفة يعني بسيطة، لكن ربما وعسى تكون تفيد بعض الاخوات. نطيبوه بهذه الطريقة هكذا باش يبان لنا كيما المخ، المخ الكذاب. يعني نبقى نخلط وهو يطيب البيض تاعنا، هكذا باش يطيب لنا كيما المخ يعني البيض هذاك. هنا اللي يحب العكري يقدر يزيد اكثر. اذا نبقى نحرك وهو يطيب حتى يطيب لي كامل البيض. هنا كيما رانا نشوفو او طاب لي البيض تاعي، نطفي النار. الطون دائما كي تحبي تضيفيه تكوني طفيتي النار، ونضيف هذوك 2 علب تاع الطون ذوق طماطم، يعني النار انا طفيتو. ها هو الطبق تاعنا، والله كأنه مخ، يعني كي تشوفي في الوهلة الأولى يبان كأنه مخ، على هذا سميناه المخ الكذاب. إذا نفتو، ها هو الطبق تاع اليوم واجد ونقدمه. إذا الوصفة تاعنا اليوم ها هي معنا واجدة، فقط الطاجين تاع الطين يبقى يطبخ، على هذا نحب نطيب فيه. ما عندكش عادي ديري في المقلة. نتمنى أنكم تجربوا الوصفة تاع اليوم، على بالي كاين بزاف اللي يعرفوها، لكن كاين أخوات اللي ما يعرفوهاش. وإلى اللقاء.